السلام عليكم ورحمة الله. شن طيران أجنبي مسير موال لميليشيات مجرم الحرب حفتر عدة غارات ليلية الاثنين، استهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة مصراتة بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب. وتسبب القصف بحسب شهود عيان في حالة من الهلع والفزع بين المدنيين في المدينة. وأوضح المجلس البلدي مصراتة أن قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي استقبل 13 جريحا من المدنيين بينهم امرأة جراء هذا القصف الذي وصفه بالغادر، مؤكدا أن جميع الحالات إصاباتها بسيطة. استنكر الاتحاد الأوروبي الغارة الجوية التي شنها طيران موال لميليشيات حفتر الاثنين على مصنع للمواد الغذائية بمنطقة وادي الربيع بالعاصمة طرابلس. وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان له الثلاثاء على ضرورة احترام القانون الدولي ومساءلة من ينتهكونه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين. ودعا الاتحاد جميع الأطراف لوقف فوري لأعمال العنف والعودة إلى العملية السياسية تحت وساطة الأمم المتحدة، مضيفا أن مبادرة برلين هي فرصة لإنهاء الصراع ورسم طريق للتقدم نحو السلام والمصالحة حسب البيان. دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إيقاف العدوان على مدينة طرابلس بعد استهداف أحد مستودعاتها في طريق المطار. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة فإن القصف تسبب في اشتعال حريق بأحد مستودعات شركة البريغا. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه لولا خبرة رجال الإطفاء لم تد الحريق وتسبب في كارثة حقيقية، مطالبا الجهات المحلية والدولية بإيقاف الاقتتال والحفاظ على البنية التحتية ومنشآت الدولة. أكد المتحدث باسم ما يسمى بالحركة الوطنية الشعبية الليبية اللجان الثورية سابقا ناصر سعيد دعمهم لمجرم الحرب حفتر بكل إمكانيات الحركة. وقال سعيد في بيان صدر الاثنين إن الحركة ستستمر في وقوفها مع حفتر حتى القضاء على ما أسماه بمؤامرة فبراير. ويأتي هذا البيان بعد أن كشفت مصادر إعلامية عن اتفاق سري بين أنصار النظام السابق بقيادة مصطفى الزايدي رئيس ما يسمى بالحركة الشعبية ومجرم الحرب حفتر ورئيس البرلمان الموازي عقيلة صالح لحشد أنصار النظام السابق للمشاركة في العدوان على العاصمة. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.